وقف الخلق ينظرون كيف يبني الأهلي المجد والتاريخ، يبني الأمل مع العمل، يبني البطولات والانتصارات، يبني المنشآت والمقرات. مصر تبني وتشيد الطرق والكباري والمشروعات العملاقة والعاصمة الإدارية والمدن الكبرى. وقف الخلق ينظرون مصر والأهلي، البناء والأمل، الكفاح والعمل، الحلم والحقيقة، البطولات والانتصار. الأهلي واستادات شراكة الكبار، كلمة يقولها المصريون: من جاور السعيد يسعد. اختيار استادات للأهلي لم يكن محض الصدفة، ونجاح الأهلي مع استادات شهادة لا تحتاج لضمانات. من أين نبدأ يا أهلي؟ من التاريخ الكبير أم من المولود الجديد؟ من الوثائق والكتب التي تملأ المكتبات وتحكي حكايات النصر، أم من أرض طيبة، من مدينة المئة باب، مدينة الشمس وطيبة الأهلي في الأقصر؟ أهلي الأقصر المولود الجديد ولد كبيرا، ولد بخبرة 114 عاما، وانضم لعائلة الأهلي التي تفخر بمولود الصعيد. أهلي طيبة، أهلي مصر الطيبة، أهلي الصعيد. وما أدراك ما الصعيد؟ الشموخ والعظمة، الحب والكبرياء، القوة والحنان، المعابد والبيوت وأشجار التوت تشهد على عظمة المولود. ما الجديد؟ لا يوجد جديد، فالأهلي ما زال يكتب التاريخ ويسجل الأهداف ويكتب الأناشيد. والليلة حدث جديد وتشعر إنه قديم، جديد لأنه أهلي الأقصر، وقديم لأننا نعرف جميعا الأهلي القديم، جديد لأنه ولد اليوم، وقديم لأن مبادئه ودستوره كتبت منذ أكثر من 100 عام، جديد لأننا نحتفل اليوم بأهلي طيبة، وقديم بعبق معبد الكرنك ومعبد الأقصر والدير البحري، جديد أن يحلق النسر الذهبي في سماء الأقصر، وقديم بلون تاج توت عنخآمون الملك الذهبي بوادي الملوك. أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بيوم الوحدة الاقتصادية في مختار التتش، أو بيوم افتتاح استاد الأهلي والسلام. الليلة الأهلي واستادات أهلي الأقصر، تاريخ مبادئ تطوير، تاريخ يكتبه الأهلي على ورق البردي في طيبة، ومبادئ تكمل مسيرة الإنجازات والبطولات، وتطوير وصل صعيد المحروسة في بلاد الأقصر، بلاد طيبة. كتب الفراعنة التاريخ وانتهوا، والأهلي يكتب تاريخ لا ينتهي. أهلي طيبة.